يمكن احنا اتكلمنا في التليفون بسرعه وما استوفيناش كل اللي كنا عاوزين نتكلم فيه على مساله تعديلات القانون والخدمات الجديده. ويمكن انا متذكر كويس جدا ان انا كنت بقول انا يهمني ان احنا نشوف ازاي هنقدر نوفر نصيب عادل من الوظائف وفرص العمل بعيدا عن الشعار. يعني دايما كده ايه، اصل انا عشت فتره طويله من عمري شعارات بقعد اقراها في الجرايد ومفيش حاجه بتحصل. الوضع اختلف دلوقتي ازاي؟ هو فيما يخص العمل تحديدا، يعني طبعا انا عايزه اقول ان هو كان الاول فيه 5% ولكن لم تكن مفعله. ايوه، يعني ال 5% كانت في اماكن العمل سواء الحكوميه او الخاصه. يعني دلوقتي في قرار يعني من الحكومه بضرورة تفعيل ده في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وبالتالي بنلاقي ان في يعني اتجاه وتوجه قوي جدا من الدولة لتفعيل ده وعمل عقوبات على الأماكن أو جهات العمل اللي لم تستوفي 5%. حلو. الأهم من كده بقى إن إحنا مش بس نستوفي 5%، ولكن إن الأشخاص اللي عندهم إعاقات يروحوا الشغل ويشتغلوا. وعلشان يحصل ده لازم يبقى فيه نوع من الإتاحة، والأكسسبيليتي هنا مش إتاحة مكانية بس، يعني ما يكون في كود هندسي للكرسي المتحرك، يبقى طبعا رامب ودخول الأماكن دي والمداخل والمخارج، الأسانسورات، كمان الإتاحة التكنولوجية علشان في إعاقات بصرية وإعاقات سمعية. صح. فدلوقتي إحنا في عصر التكنولوجيا، فليه ما نستفدش بهذا العصر والأدوات والإتاحة تكون موجودة في أماكن العمل. على فكرة الإعاقة هي مش جوة الشخص ولكن في البيئة المحيطة. عشان كده أنا مش بتكسف قوي من كلمة إعاقة، لأنها لا تكمن داخل الشخص. هو لو لقى إتاحة وتيسيرات خارجية في البيئة المحيطة هو هيقدر يعمل الشغل بتاعه على أكمل وجه. كمان أنا بقول إن ما ينفعش إن هو نطلب منه يشتغل من غير ما يتعلم، ولا ننفع إن احنا نطلب منه يشتغل من غير ما يتدرب. صح. وعشان كده بنقول إن الصندوق، وأنا دلوقتي يعني تحديدا أسعد واحدة في الدنيا إن في صندوق، لأن هو ليه اختصاصات مهمة جدا جدا، وهي التدريب والتأهيل وإتاحة فرص عمل، ولكن أيضا صحة جيدة. هو بيسر للأشخاص ذوي الإعاقة إن هم يحصلوا على صحة جيدة من خلال الخدمات الصحية وإقامة المستشفيات. الإنسان عشان نبني إنسان، وده طبعا أكيد حضرتك شايف المبادرات بتاعت الرئيس. أيوة طبعا. وبيهتم جدا بمبادرات الصحة. 100 مليون صحة. مئة مليون صحة هي مش 100 مليون صحة من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، هي داخل فيها الصحة بتاعت الأشخاص ذوي الإعاقة. مواطن. بالظبط. أنا ببني إنسان، فعشان الإنسان ده يكون مفعل ويكون شريك في الوطن لازم يكون من الأول بيتعلم كويس، وده موجود في اختصاصات الصندوق. كمان بيتدرب كويس على مهنة أو على حرفة. أنا مش مهم أبدا أبقى مهندس ولا دكتور، ولكن مهم جدا إن أنا يكون عندي حرفة، يكون عندي عمل. صح. عشان أكون مستقل، محدش يتحكم فيا، وأكون أنا كمان مش مجرد في حماية اجتماعية باكل وبشرب، لا، كمان عشان أكون ليا دور في هذا الاقتصاد. أنا بني آدم فاعل ومنتج في هذا المجتمع. بالظبط كده، بالظبط كده. فأنا فخورة جدا جدا إن يبقى في هذا الزخم بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة. وأنا بشكر الإعلام، بشكر حضرتك جدا إن أنت ما اكتفيتش بمكالمة تليفون، ولكن كمان حضرتك كنت عايز تفرد مساحة من الوقت والاهتمام إن احنا نتكلم على الاهتمام الدولة وكمان دور الأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاد هذا البلد. لا، أنا اللي بشكرك إن حضرتك لقيت لنا وقت. لا، هو وكمان أنا متأخر. هو أنا صحيح بنام بدري، بس أنا باجي عند دوري. يعني الحقيقة هذا الدور مهم جدا. إذا كان القيادة السياسية تهتم بهذا الملف، يبقى أكيد كل من هو مواطن في هذه الدولة لازم يهتم بهذا الملف.
كمان احنا هنا عندنا تحدي كبير جدا، وهو لو قدمت خدمات الدنيا كلها ومفيش وعي في المجتمع، فانا الخدمات دي مش هتبقى ليها تفعيل. الوعي المجتمعي هو اكبر تحدي انا بشوفه. يعني انا ممكن يكون معايا الفلوس، ممكن يكون عندي المشاريع، ولكن عندي مثلا رامب في الشارع ولكن عربيه واقفه قدامه. بالظبط. طب وهو يعني انا عملت الرامب ده ودفعت فيه فلوس، بس المجتمع ما عندوش الوعي ان هو فين هنا القانون وفين احترامه، فين هنا ان لما يكون في تيسيرات ويكون مجهودات من الدوله للاشخاص ذوي الاعاقه انا احترم هذه التيسيرات، وكمان يعني اكون انا اول واحد لا انتهكها. فالقانون ليس كافي، ولكن وعي المجتمع انه يقدر اولا يحس بقيمة الشخص او الاشخاص او المواطن سواء عنده اعاقة او لا، كمان يكون القيمة دي فيها عدالة. حضرتك اكيد تقدر تعدي الشارع وتدخل وتطلع السلم، بس في غيرك محتاج الرامب ده، فارجو احترام ومكان ركن السيارة ومكان الدراسة بتاعي أكيد. في المحاضرة أو في الفصل بتاع المدرسة، المكان زي ما حضرتك ذكرتي بتاع الشغل، إلخ إلخ إلخ. بالظبط. كمان عايزة أقول إن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو موجود هنا علشان يراقب ويشرف على كل القرارات اللي صادرة من الوزارات، علشان إذا في قرارات حصلت ولم تفعل نقول يا جماعة والله القرارات دي قرارات جميلة جدا ونشكر كل الوزراء، ولكن لا يتم تفعيلها بالشكل الكافي. كمان هو موجود علشان يدي خبرة فنية ومشورة فنية، لأن احنا عندنا إعاقات مختلفة، والإعاقات دي كل إعاقة ليها احتياجات ومتطلبات، فما ينفعش إن أنا أدي خدمة مش في مكانها، لازم أكون في يعني تواصل وتنسيق بين الجهات عشان الخدمة ما تصدرش في كذا مكان فبنهدر كده الأموال. احنا لازم الخدمات تكون في تنسيق بين الوزارات، يعني النقل مع وزارة التضامن، مع وزارة القوى العاملة، مع التنمية المحلية، مع الصحة، يعني كل الوزارات دي لازم يكونوا كلهم موجودين ويمثلوا، يعني يكون في ممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل وزارة. وفي حاجة اسمها لجنة لتفعيل قانون 10/2018، واللجنة دي هي موجودة دلوقتي في وزارة التضامن وبيشارك فيها وزارة الصحة واحنا طرف فيها، فاحنا بنبقى موجودين. عايزة اقول لحضرتك احنا موجودين في كل حتة، احنا موجودين في الحوار الوطني، موجودين في مؤتمر المناخ، لان مؤتمر المناخ بيتكلم على الاضرار وكل الانتهاكات اللي ممكن تصيب الانسان من اثر المناخ، وهو طبعا الاشخاص ذوي الاعاقه احد هذه الاطراف بطبيعه الحال. هو شريك في الوطن، كائن بشري يعني. بالظبط، ويمكن هو بيتاثر اكتر. وانا كنت في مؤتمر نيويورك، مؤتمر الاطراف في يونيو، واحنا كنا بنتكلم في محور من المحاور على المناخ وتأثيره السلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة إذا لم نحتاط وإذا لم نضع الاحتياطات وال يعني التيسيرات علشان هو يكون يعني في هذا الملف عنده كل الإمكانيات علشان يقدر إذا كان في مثلا يعني أي يعني أضرار على الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية الصحة، فلازم نحط له كل التيسيرات علشان نعمل له وعي وتوعية إزاي يحافظ على نفسه، إزاي إن هو يقاوم أي أوبئة. وده كان واضح جدا في الكوفيد 19. طيب انا هستاذن حضرتك ان انا هروح لفاصل، يمكن بعد الفاصل في دماغي فكرتين انا اعتقدهم محددتين بالنسبه لي شويه. واحده منهم هي مساله، هو انا عندي حصر بالاعداد وخريطه للتوزيع في عموم الجمهوريه، وبالتالي اقدر افعل الخدمات بتاعتي فابقى عارف انا رايح اعمل ايه
لمين عشان تبقى الخدمة فاعلة. ومن ناحية تانية، هو احنا عاملين دورنا احنا بتوع الإعلام ولا احنا في ال... لا ابتسامة ذات معنى ذات مغزى على ما يبدو احنا في ال... خليكم معنا لو سمحتوا بعد الفاصل، ودكتور إيمان كريم رئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة انتظرونا. فاصل يثري المناقشة على الهواء. خلونا نجدد الترحيب مرة تانية بدكتور إيمان كريم رئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة، أهلا بحضرتك مرة كمان. أنا في عندي إنفوجراف هعرضه وهنتكلم فيه وكل حاجة، بس أنا عايز الأول أستأذن في أن أنا هرجع، أنا عندي حصر بالأعداد وعندي خريطة توزيع. في إحصائية تمت، ولكن الإحصائية يعني أكيد حصل عليها تعديلات، لأنها الإحصائية كانت 2017. كان في يعني قاعدة بيانات قام بها المركز التعبئة والإحصاء، وكانت يعني بسبب إن إحنا كنا عايزين نعرف عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وأنواع الإعاقات علشان نعمل مصنع للأجهزة التعويضية. كويس أوي. وده طبعا سيادة الرئيس هو الأمر بيه. فالحقيقة الإحصائية دي أكيد حصل فيها جديد، عشان كده احنا مهتمين جدا كمجلس ان احنا نعمل قاعدة بيانات. وعشان نعمل قاعدة بيانات لازم يكون في تعاون مع الوزارات جميعا، لان احنا الوزارات بتقدم خدمات معينة وعندها قاعدة بيانات عن الاشخاص ذوي الاعاقة، زي وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة التضامن، وزارة الصحة، وكل دول. بس احنا محتاجين نعمل حاجة اسمها ربط شبكي، عشان الوزارات كلها تبقى عندها نفس البيانات والقاعدة، ونشوف ايه اللي ناقص ونقدر نعمل قاعدة على مستوى المحافظات كلها. كمان احنا محتاجين نعمل خريطة للخدمات، اللي هو فين الخدمات دي بتقدم، يعني مثلا في منطقة جغرافية معينة فيها إعاقات بصرية أكتر من إعاقات سمعية، فهنا المنطقة دي لازم نحط فيها خدمات للإعاقات البصرية تراعي هذه الأعداد الكبيرة وتراعي درجة الإعاقة. عندنا غير أنواع الإعاقات كمان درجات الإعاقة. وهنا بقى عايزة أقول إن احنا عندنا عدد كبير جدا من الإعاقات لم تصدر له البطاقة اللي هي بطاقة الخدمات المتكاملة، لأن احنا عندنا تقريبا من 12 وأنا أزعم إنها توصل 15 مليون أشخاص ذوي إعاقة. تم إصدار 900 ألف بطاقة فقط، فحضرتك طبعا عارف إن ده رقم مش مرضي. لازم إن احنا كنا نفعل إصدار البطاقات. عندنا تحديات كتيرة جدا، من ضمنها تسجيل على الموقع وزارة الصحة، في مشاكل عشان يسجلوا عشان يتعمل الكشف الطبي. فالحقيقة أنا ده كان همي الأكبر أول ما جيت في المجلس من 6 شهور بس. والحقيقة عملت تقرير بعد طبعا دراسة وافية للأسباب اللي ممكن تعوق إصدار البطاقات الخدمات المتكاملة، وتوجهت بيها في اجتماع مجلس الوزراء. والحقيقة أنا بشكر جدا رئيس الوزراء أن هو استجاب سريعا، بعدها بأسبوعين، كان قبل العيد وبعد العيد بأسبوع صدر لجنة ورحت مجلس الوزراء، وكان معايا كل الوزارات، وقعدنا عملنا مناقشات في إزاي نزلل العقبات عشان تصدر بطاقة الخدمات المتكاملة بشكل مرضي للأعداد وقوائم الانتظار. والحمد لله تم إصدار يعني قرارات سريعة في الاجتماع ده، بأن احنا نزود آليات التسجيل، ما تبقاش بس على وزارة الصحة، ولكن تكون من خلال المكاتب التأهيل، من خلال الوحدات الصحية، ونزود كمان اللجان الطبية علشان نقدر نستوعب الأعداد في قائم الانتظار. أنا بتوجه لسيادة الرئيس إن هو يعني دعمنا جدا في القصة دي، لأن القانون موجود والخدمات ممكن تكون موجودة، ولكن هو الشخص اللي عنده إعاقة لو معهوش البطاقة مش هيوصل للخدمات دي. طيب هروح على الحتة بتاعت الإعلام، ومش عارف هاخد براءة ولا لأ،
بس المشكلة مش فيه، أنا بتكلم هنا بقى على المشهد. هل إحنا بنقوم بالدور بتاعنا كما ينبغي في التوعية بالمسألة دي وبالمصطلحات؟ وده جزء من اللي كنا بنتكلم فيه في الفاصل. التوعية طبعا مقارنة بفترة سابقة طبعا أحسن كنا كتير، فين وبقينا فين؟ أفضل كتير طبعا. أفضل كتير، ودليل على كده أن أنا موجودة مع حضرتك النهاردة. أنا بختم. ودليل على كده قبل ما أدخل قد إيه سعادتي أن أنتوا ألقيتوا الضوء على البطل محمد الحسين وصديقي البطل خالد شلبي. هو الحقيقة كان في عصر في تحديات شديدة جدا، وكانش فيه هذا الزخم الإعلامي والتوعية الإعلامية بالأبطال بتوعنا. أنا بشكر الرئيس جدا، رئيس عبد الفتاح السيسي، عشان وجوده في مشهد الأشخاص ذوي الإعاقة خلاكوا تبقوا موجودين أكتر، خلى الإعلام يجري ورا هؤلاء الأشخاص ويسلط الضوء عليهم. على فكرة دول كانوا أبطال من زمان، بس ما كانش حد بيروح لهم. صحيح. ما كانش حد بيسلط الضوء عليهم، وهم عندهم قدرات فائقة. أول ما بيلاقوا يعني المجتمع ده يعترف ويشجع وكمان يحترم، وبحط تحت يحترم كتير قوي خطوط كتيرة، لأن مش كفاية أن أنا أكون متعاطف ولكن لازم أحترم. فأكيد هيبقى عندهم طاقة أكبر، وأكيد هيبقى عندهم تحديات يتحدوا أكتر البيئة، زي ما اتفقنا أن الإعاقة بره مش جوه. فأكيد هم يتحدوا هذه البيئة. ولكن أنا بتوجه لحضرتك وبتوجه للمجلس الأعلى للإعلام أن احنا موجودين كمجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن احنا نعمل دورات تدريبية للإعلاميين كيفية التعامل وسلوكيات الصحيحة للتعامل مع الإعاقات المختلفة. كمان تصحيح المصطلحات زي ما كنا بنقول. المصطلحات طبعا مصطلحات مهمة جدا، يمكن المجتمع ما عندوش الوعي ده. احنا عايزينكم تكونوا موجودين في قطاعات كتيرة جدا، وإعلانات فلوس بقى، يعني الـ يعني رجال الأعمال يعني عايزين يساهموا في الدعاية والإعلان والتوعية. أعتقد أن يعني الفئة دي لو لقت توعية كافية هيكونوا أكثر إنتاجاً، وهيكونوا أكثر تفاعلاً، وهيكونوا أكثر يعني فعالية كشريك في هذا الوطن. كمية الفلوس اللي ممكن تدخل في المجال ده من صناديق، صندوق عطاء، صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دعم الأشخاص ذوي الإعاقة له قدرهم، رجال الأعمال والمنح اللي بيقدموها، الحاجات دي كلها هتعمل يعني دعم للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات النائية. احنا بنتكلم على حياة كريمة، لازم يبقى المكون ده موجود في حياة كريمة بقوة، لازم يبقى موجود في كل الإيفنتس الموجودة في البلد، لأنه هو بمنتهى البساطة هو مواطن، فالطبيعي ان هو ياخد حقه في كل المجالات، مش بس مجال الرياضة زي ما شفنا محمد الحسيني، ولكن المجالات كلها زي الحوار الوطني. احنا زي ما قلت لحضرتك متواجدين، وقدمنا ورقة عمل ان احنا ايه، احنا جزء من الخارطة اللي هتظهر زي المشاركة السياسية مثلا. ده موجود دلوقتي، موجود في مجلس الشعب ومجلس النواب. ازاي ان احنا نوسع قاعدة المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة؟ 15 مليون واللي مسجلين 900 ألف بس لما هم البطاقة. ما هو أنا قلت بقى أن أكيد القيادة السياسية لما تسمعني دلوقتي هتدعم الجزء ده، لأن هو ده شيء من التحديات الحقيقة يعني. ولكن إحنا يعني بنحاول مع بعض، كل الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمجلس، وهو مثلث الحقيقة مهم جدا، علشان
نفعل الاصدار البطاقات الخدمات المتكامله. ده لازم وضروري. ده 900 ده ايه ده 7% باين حاجه كده قليل جدا. نسبه قليله جدا جدا جدا. احنا المفروض ان احنا معانا انفوجراف تحت عنوان 100 سؤال وجواب. بالظبط. وقلت لي انه في هيئه المانيه ساعدتكم في ده صح كده؟ مؤسسه المانيه هي شريك لينا وعملت لنا مطبوعات توعية كلها بتحاول ان هي توصل بمنتهى البساطة للشعب بسؤال القانون ترجمناه لمية سؤال وإجابة. حلو قوي. طب هم 100 سؤال وجواب دول في ظل القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، 100 سؤال وجواب على حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. قطعا مش هناخد ال 100 سؤال وال 100 جواب، نختار منهم أسئلة على إيه؟ هو طبعا يعني إيه هي يعني الإعاقة؟ ذوي الإعاقة معناها إن يبقى في إعاقة في البيئة حواليا وأنا بحاول إن أنا أتخطى هذا العائق في البيئة. يعني ما تبقاش وأنواع الإعاقات المختلفة. يعني أنا لما أقول إن عندي كف بصر مثلا ما ينفعش إن أنا أقول إن هو ضعف في البصر. يعني في أنواع وتدرجات من الإعاقات. كمان الإعاقة الذهنية هي مش بس ان يكون عندي صعوبه في التعلم فانا بحط اجابه اسئله ازاي ان انا اكون عندي اعاقه ذهنيه. ممكن يكون ده صعوبه في التعلم، ممكن يكون عندي صعوبه في الكلام، ممكن يكون عندي صعوبه في ان انا يعني افهم حاجه معينه، ولكن ببعض الاتاحه اقدر ان انا اوصل للتعليم الدامج. مثلا يعني ايه مثلا تعليم دامج؟ التعليم الدامج هو مش ان انا احط الاشخاص اللي عندهم اعاقات في مدرسه لوحدهم، لا ان انا احطهم في فصل واحد مدرسه. بالظبط. هو من حقه ان هو يتعلم ببعض التيسيرات. ان يعني ايه مثلا كود هندسي؟ الكود الهندسي هو ان انا بعمل اتاحة بدل درجات من السلم ان انا بعمل زي يعني مزلق كده ان هو يقدر يطلع وينزل عليه بالكرسي مثلا. في برضو القارئ الصوتي مثلا. ايه هو القارئ الصوتي؟ هو اللي بيساعد الشخص اللي عنده اعاقة بصرية ان هو يسمع اي كتاب مثلا. الكتاب يبقى ممكن في كتب يبقى صوتيه. بالظبط. صحف يعني صوتيه. بالظبط. يعني اتاحه. يعني ايه اتاحه؟ اتاحه يعني تيسيرات علشان اوصل للخدمه بتاعتي. ممكن تكون زي يعني اتاحه مكانيه او اتاحه تكنولوجيه او يعني في حاجات بسيطه جدا ممكن تكون يعني للشخص اللي ماشي في الشارع. يعني مثلا مكان الانتظار للاشخاص ذوي الاعاقه بالسياره بتاعته في ليها مواصفات معينه. ما ينفعش ان انا مثلا احط العربيه بتاعتي في الجزء بتاع المخصص في الفريمينج بتاع العربيه، لان هو بينزل من العربيه عايز شمال يلاقي مكان للكرسي بتاعه عشان يحطه. طبعا هو تلات ارباع الناس بتاخد المكان ده لانه بيلاقوه فاضي فما بيصدق يروح جاي راكن فيه. بالزبط. ما بيفكرش ان في حد تاني بالتاكيد اكثر احتياجا لهذا المكان. بالظبط. ففي حاجات بسيطه انا يعني مثلا برايل، مترجم الاشاره. يعني انا بدعو الشباب والطلاب بتوعنا ان هم يتعلموا لغه الاشاره، لان هي عباره عن لغه هو ممكن يساعد بيها او يساهم بيها بطريقه تطوعيه. لو موجود شخص مثلا ما بيقدرش يتكلم، هو ممكن ان هو يساعده في اي مصلحه حكوميه ان هو يساعد الموظف انه يفهمه مثلا. صح. فزي ما يتعلم انجلش او فرنش او كده يتعلم لغه الاشاره. دي حاجه برضو يعني
مهارة من المهارات اللي هو ممكن يساهم بيها يعني. طب بما أنكم مشاركين في الحوار الوطني، مشاركين في كوب 27 ورايحين إن شاء الله؟ إن شاء الله، إحنا مشاركين في كل حاجة. مصر بتتغير بجد صح؟ طبعا مصر بتتغير. ولا ده في خيالي أنا حالم مؤمن جدا باللي جرى؟ يعني دايما كانوا يقول لك يا جماعة، أنا أسمع الكلام ده من زمان حتى من قبل ما أنا اتولد، انه يقول لك مثلا ايه النصريين دول اصلهم مؤمنين بالتجربه البصريه فحالمين طول الوقت بيها فبيتخيلوا ان الدنيا كانت حلوه. حلو، فببقى قاعد اقول ايه، يمكن انا مؤمن قوي باللي بيحصل فانا عندي احساس حقيقي مكتمل وفياض بانه مصر اتغيرت. بس هنا هسال حضرتك يمكن ده سؤالي الاخير، مصر بجد اتغيرت ولا انا اللي عايش جوه الحاله دي؟ لا مصر اتغيرت، لان يعني من تجربتي يعني انا حصل لي حادث وانا عندي 14 سنه، اقدر اقول ان انا عندي سنين طويله جدا عندي اعاقه. لا في فرق كبير قوي بين اول ما حصل الحادث، انا سافرت بره ما قعدتش في مصر، لكن انا دلوقتي فخوره ان انا قاعده في مصر، فخوره بالمكان اللي انا وصلت له، وده دليل على ان مصر بتتغير. اتغيرت صحيح ولسه بتتغير. انا عايز اشكرك جدا 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 على وقت حضرتك وعلى انه جايه لنا متاخر وهتروحي متاخر. حضرتك ساكنه بعيد؟ لا لا مش بعيد. مش بعيد قوي يعني؟ لا بس بنام بدري. مع قلوبتنا بدري، نورتينا وشرفتينا واتمنى انه التغيير يفضل طول الوقت مستمر. وعلى رأي أسامة أنور عكاشة الله يرحمه ما زال النيل يجري، فتستمر التغييرات إيجابا فأكثر إيجابية وهكذا، وهيحصل إن شاء الله. وأوعدك أن إحنا مش هنبطل في مسألة الحديث والتوعية وما إلى ذلك على الأقل من جانبنا يعني. أشكرك جدا 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 يا دكتور إيمان، نورتينا وشرفتينا. أنا اللي بشكرك جدا، وبجد يعني فخورة جدا بوجود مذيعين عندهم وعي زي حضرتك. يا رب يخليك، العفو العفو خاص، أنا أقلهم يعني أقل حد في زمايلي. ألف ألف شكر لحضرتك، شكرا جدا لحضراتكم. وانتوا عارفين بقى انا مش عارف اذا كان في ابلكيشن يمكن اخواتنا غير المبصرين من القرايه بتاعت الجرايد والصحف، هو في كتب صوتيه كتير. انا بتكلم على انه انا عايز اقرا المجله وعايز اقرا الصحيفه، فكلنا بطبيعه الحال بنقرا عن طريق الويب سايتس يعني وحاجات زي كده. هل بقى في ابلكيشن يعمل ده؟ لانه انا مش عارف اذا كانت المواقع الصحفيه بتاعتنا فيها كده ولا لا. طب افرض مش موجود عندي بس مش موجود في نيويورك تايمز، عايز ابلكيشن يمكنهم من هم يسمعوا الحاجات اللي مكتوبه دي، تبقى حلوه قوي. لو محدش هيعملها انا هكلم ايهاب المتولي صاحبي يعملها لي، بروجرامر هايل ما اقولكوش.